السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا أول درس وأول خطوتين من الصوتيات الفونكس. أوكي، short A أول درس معانا هو short A، وأول خطوتين منه هو إن احنا نبدأ الأول نراجع على الحروف اللي احنا أخذناها. احنا أخذنا B D F J K L M N. أوكي، طيب زي ما قلنا إن احنا معانا حرف الـ A، short A. الشورت A في العربي زي الفتحة، زي الفتحة، تمام؟ يعني لو ضفناه للحروف هنا B وفتحة اللي هي الـ B والـ A، با با با، دي وفتحة دا دا دا، اف اي فا فا. طب ينفع اقولها مثلا فا با؟ لا طبعا ما تنفعش، تمام؟ طيب جي فتحة جا جا، كي معها ا كا كا، ال ا لا، ام ا سوري ما ما، ان و ا نا. نقراهم تاني، با دا فا جا كا لا ما نا. Again، با دا فا جا كا لا ما نا، تمام؟ طيب في حروف احنا سبناها زي حرف السي. طب سي مع الاي، ده اول سر. السي مع الاي بقولها كا كا كا. طب ال H، ال H مع ال A بقولها ها ها ها. طب ال G مع ال A بقولها جا جا. طيب بقية الحروف فين؟ احنا درسنا لحد ال N، فالنهاردة هنقف لحد ال N، تمام؟ عندي با دا فا جا كا لا ما نا كا ها جا، تمام كده؟ اوكي، ده اللي احنا محتاجين اليوم نتدرب عليه. طيب ايه فايدته؟ فايدته اول حاجة احنا بنراجع على الحروف واصواتهم. ثانيا ايه الفايدة التانية؟ الفايدة التانية اننا دلوقتي بدأنا نقرأ، او بدأنا نتعلم ازاي نقرأ. اوكي، خلي بالنا بس من التلات اسرار دول، كا ها جا، تمام؟ goodbye.